إذا كان السؤال على هذا النحو لأنه لم يجمع في عصمته أيوة. أختين، وإنما يعني تزوج الأولى وعاش معها إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى وقضى بوفاتها، ففي هذه الحالة يجوز له بعد وفاة الأولى فيجوز له أن يتزوج بأختها، وقد حدث هذا في سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما تزوج من ابنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قضى الله سبحانه وتعالى وانتقلت إلى ربها فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية، ولذلك سمي بذات بذي النورين بالضبط رضي الله عنه. ولما توفيت الثانية أيضا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. فهو المحرم هو أن يجمع أختين في عصمة واحدة في وقت واحد، مظبوط، لكن أن يعني يتزوج الأخت وبعدين بعد ذلك، لكن أن يتزوج من امرأة ثم تموت أو أن يطلقها إلى غير ذلك، يعني ينتهي العقد بأي صورة من الصور ثم بدا له أن يتزوج بأختها لو مطلقة، يعني لو طلق الأولى لا مانع، ما هو المحل قابل الآن، مظبوط، المحل قابل لأنه لم يعد في عصمته الأولى، مظبوط. طيب برضو في سؤال مهم من أم محمود بتقول أنا نذرت أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طول حياتي، وعملت ده باستمرار 12 سنة، والآن قد أصابني المرض لا أقوى على الصيام، فهل يعفين الله عز وجل من الصيام أم يجب إخراج كفارة؟ لاحظ أنها نذرت أن تصوم طوال حياتها. نعم، هو طبعا الوفاء بالنذر من شيم المؤمنين لقول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهو يعدد هذه الخلال الحسنة والصفات الحميدة لدى الإنسان المسلم ربنا سبحانه وتعالى عندما يعدد ذلك في القرآن الكريم. إذا أنا نذرت شيئا وكان طاعة لله عز وجل، ولا شك أن الصوم ضمن الطاعات، فإنه يجب علي أن أوفي بهذا النذر، لكن إن حصل عجز عن الوفاء بهذا النذر فتأتي قواعد الشريعة في أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع الأذى والضرر عن الإنسان، ومن ثم فإنه في حالة هذه المرأة التي عجزت عن الوفاء والاستمرار بالنذر الذي نذرته على نفسها وألزمت نفسها به، لأنه لم يكن عليها واجبا قبل ذلك، وإنما الوجوب والإلزام أتى من لفظها هي، وهي تقول بأنني نذرت لله كذا، ومن ألزم نفسه شيئا ألزم به. جميل. فإذا عجزت عن ذلك، هي عجزت، فإنه في هذه الحالة تخرج كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. يمين مش مش كفارة صيام، لا كفارة يمين، أيوة، إطعام 10 مساكين أيوة من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم، وبعدين إن لم تجد ذلك فلتصم 3 أيام. هي مش هتقدر تصوم؟ خلاص هي مش هتقدر تصوم، وإذن هذا الكفارة. أوكي. برضو على سبيل الصيام، أفطرت في رمضان 20 يوم بسبب مرض ولا أستطيع قضاءهم صياما، فما هي كفارة؟ بينظر في حال هذا الإنسان. شهر رمضان إذا أقبل علينا ورأينا هلاله وجب صوم رمضان على كل مكلف. هو فطر 20 يوم. نعم. فهذا الإنسان لما جاء رمضان أفطر 20 يوما بسبب مرض، بسبب مرضه، وهذا العذر مبيح له، مبيح الفطر له لقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمرض هو عذر يبيح للإنسان أن هو مش قادر يصومه بعد رمضان، فينظر في هذه الحالة الكفارة بقى، هل العجز عن الصوم هو عجز مستمر بشهادة أهل الأطباء وبالتالي وبشهادة مفيش الخبرة. أمل يصوم يعني فمفيش أمل حيصوم في المستقبل، نطبق إن كان كذلك نطبق فإنه كفارة. من الآن حتى من 20 يوم إن لم يكن هناك يعني
بشهادة أهل الخبرة وبالزمن وبالأطباء وغيره، إن لم يكن عنده القدرة على أن يصوم بعد ذلك كان يخرج من الآن عن كل يوم أفطره إطعام مسكين. طيب هو بقى بيكمل في السؤال ده، هل يجوز أن أعطيه لشقيقتي وهي محتاجة بالفعل؟ يجوز له أن يعطي لشقيقته التي هي محتاجة وفقيرة، ومنطبق عليها وصف المسكنة هذه، لأن القرآن الكريم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن القرآن الكريم قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فحدد وصف المسكنة في الصرف إليه. مظبوط، هنا وصف المسكنة ينطبق، ينطبق عليها وهي ليست من ضمن الذين ينفق عليهم. مظبوط، لأن أمر الزكاة وأمر الكفارة، يعني هنا شقيقته هنا تكون خرجت عن كفالته أصلا. نعم، عشان يجوز خارج عن كفالته عشان يجوز له اديها الكفارة.